حراك النشط تميز به وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح، حيث التقى الوفد بالمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت كان، التي أشادت بقدرات وخبرات المملكة وأنظمتها المستدامة في احتواء الأمراض السارية بسبب استقبالها للملايين من الحجاج كل عام. وطالب معاليه منظمة الصحة العالمية بتسخير خبرة المملكة ضمن برنامج دولي لمكافحة الأمراض السارية. Countries must come together in solidarity with each other and to help those who have the less means to do so. I had a wonderful discussion with the minister himself, and he is very visionary, and he has good ideas on how to take forward, you know, his vision and to make, you know, the influence of the kingdom felt not only in the country but in the region and beyond. Wherever, you know, the kingdom can offer support to other countries. في لقائه بوفد الولايات المتحدة الأمريكية على هامش انعقاد المؤتمر الدولي لجمعية الصحة العالمية، أكد معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح على العلاقات الوثيقة والمستمرة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبه أشاد الوفد الأمريكي بقدرات المملكة في القطاع الصحي وما تم استحداثه من نظم المواجهة للأمراض السارية. لقاء تناول سبل التعاون على المستوى الثنائي وعلى المستوى الإقليمي، لأن المملكة تعتبر يعني أكثر الدول تقدماً في منطقة الشرق الأوسط من الناحية الصحية والطبية، وفي نفس الوقت منظمة الصحة العالمية ممكن تكون شريك تقني مهم لتطوير القدرات في المملكة العربية السعودية. وتناولنا سبل التعاون التقني بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، تناولنا إمكانيات أن تقوم منظمة الصحة العالمية بتوظيف أعداد أكثر وأكثر من الخبرات السعودية في مقر المنظمة هنا. الوفد الأمريكي كان معجب بقدرة القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية وبالذات وزارة الصحة على احتواء فيروس كورونا، والخبرات المتراكمة خلال الثلاث سنوات الماضية في هذا المجال. في لقاء تنسيقي وتشاوري ولتوحيد الآراء والقرارات، عقد وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا برئاسة المملكة العربية السعودية، وقد اتسم اللقاء بالموضوعية ووحدة الرأي. من جانب آخر، أشاد دكتور علاء علوان رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية بدور المملكة العربية السعودية الرائد في مجال الصحة والمجالات الدولية الأخرى. المملكة الآن تقود العمل الصحي في الكثير من المجالات إقليميا، ولها دور أيضا مهم جدا في على النطاق العالمي. فوجود هذا الوفد الرفيع المستوى بقيادة معالي الوزير وكذلك الأخوة المسؤولين في وزارة الصحة له أثر إيجابي كبير جدا على سير أعمال الإقليم وكذلك جمعية الصحة العالمية. اجتماعات ولقاءات وحراك النشط تميز به وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر الدولي لمنظمة الصحة العالمية. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، منظمة الصحة العالمية، جنيف.